الشرطة تتراجع في اليوم الثاني من الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002. تقرير جان أخول. أكبر موجة احتجاج يواجهها رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان تسببت بها 600 شجرة. موجة احتجاج على اقتلاع أشجار لبناء مشروع سياحي تحولت تشكيكا في دور أردوغان القيادي على رأس تركيا منذ عام 2002، وحولت معها الشوارع ساحة للشغب والعنف بين المتظاهرين والشرطة. الاحتجاجات الشعبية قوبلت بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع من الشرطة التركية التي منعت المتظاهرين من التوجه إلى البرلمان ومكاتب رئيس الحكومة، وواجهت المتظاهرين في تقسيم مخلفة عشرات الجرحى. بعض المتظاهرين حمل زجاجات البيرة في تحد لقانون صدر حديثا يحظر بيع الكحول، رأى فيه منتقدو القانون مؤشرا على جنوح تركيا العلمانية نحو التشدد، ما يؤكد أن المعارضة استغلت الاحتجاج الأساس للاحتجاج ضد الحكومة. أردوغان لم يتراجع عن موقفه أمام غضب الشارع رغم إقراره ببعض الأخطاء والتصرفات المبالغ فيها من قبل الشرطة، وتعهد المضي قدما في موقفه لناحية بناء ثكنة أثرية من الفترة العثمانية وجعلها مركز تسوق في المكان الذي أرادت حكومته اقتلاع الأشجار منه. أطلب من المحتجين أن يوقفوا تظاهراتهم على الفور. الشرطة كانت هنا بالأمس وستؤدي الواجب اليوم وغدا أيضا، لأن ساحة تقسيم لا يمكن أن تترك لعبث المتطرفين. الاحتجاجات التركية بلغ صداها الولايات المتحدة التي انتقدت حليفتها تركيا في مشهد نادر، بعدما توسعت رقعة الاحتجاجات إلى مناطق مختلفة منها أنقرة وإزمير وأنطاليا.